اليوم عندنا فعالية في مركز العودة، المركز الفلسطيني بعرض 3 أفلام. الفيلم الأول أنا تحرير، وبين الجدران، وفيلم حد. 3 أفلام أنتجها وأعدها وجهزها مجموعة من مؤازرين المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية ومجموعة من الشباب الدنماركي. كان هذا فيلم مشترك، مجموعة أفلام مشتركة بين المجموعتين. حاولنا في الأفلام نجسد قضايا الشعب، مجموعة من الشعب، 3 فئات من الشعب الفلسطيني، وننقل همومها عن طريق أفلام وثائقية. ضمن نشاطات مركز العودة لرعاية الطفولة والشباب في أسبوع النكبة، طبعا النكبة اللي ألمت كل فلسطيني وأوجعت كل فلسطيني، وهي حلم لكل فلسطيني بالعودة إلى الديار التي هجرنا منها، ديارنا الأصلية إن شاء الله. حقيقة هاي الأفلام أنا كثير بكون سعيد لما بشوفها، لأنها هي مهمة جدا لإيقاظ الشعور عند أبنائنا الشباب في أنه ما زال هناك أمل وبصيص أمل في العودة، وأن لا نفقد هذا الأمل. أفلام مهمة لتوعية الشباب بالروح الوطنية في ظل هذا الاحتلال الغاشم والمتغطرس، وكيفية العمل لإنهاء هذا الاحتلال والوصول إلى حلمنا كفلسطين في إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. نحن نعتز بهذا المركز حقيقة، مركز نشيط ومسمى محبب للقلوب، مركز العودة، نأمل بالعودة إن شاء الله.